في مرات أحبائي خليني أقول بالعهد الجديد الكنيسة كانت مطيعة. في بداية الكنيسة كان عليهم اضطهاد من اليهود. اضطهاد اليهود للمسيحيين كان بسبب طبعا خروج كثير من اليهود من اليهودية واعتناق المسيحية، يعني أصبحوا مؤمنين بالمسيح يسوع. فكان الاضطهاد ضد المسيحيين من اليهود، ولدرجة أنه في مرة سجن يوحنا وبطرس، وبعدين من بعد ما ضربوهم قالوا ما تعلموا بهذا الاسم، مع أنه بعلموا الخضوع للسلطة والخضوع للدولة، لكن في وضعية معينة قالوا فيها ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، أنه أنا بخضع لقوانين الدولة، بخضع لكل ما تطلب الدولة من الجباية، من الضرائب، من المعاملة، من الاهتمام في بلدي، في بعض الدول التجنيد والحفاظ على أمن وسلام البلد وكل هذه الأمور، لكن إذا بيصل الوضع عم بدي يحرمني من إيماني في إلهي، عاوز يحرمني أتكلم برسالة الحياة الأبدية لمن حولي، فقالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس.